بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواقض الإسلام نكي ورنقن نواقض الإسلام. إسلام أنطار، إسلام قبل أكو، إسلام ضد أكو، إسلام سي يعيو نواقض الإسلام ورنقن. المقصود بها مفسدات ومبطلات ومبطلاته. نسلام سفاسده ومبطلات نرو وهي كثيرة، لكن أخطرها وأكثرها أنا أخطر نرو وبجخانك أن أخطر شيء نل بجخانك شيء نالد وقوعا عشرة. ان حصلوا ان قدامت اللبو ان قدامت الاكو ان ليلد وارستو شكاغن ان نواقض الاسلام لا تقابل نقول لا ريا الشرك في عبادة الله. من يذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر جندر ربد البرخو. والدليل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لينغري من جعل بينه وبين الله وصائدا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. جاردي نيدي المنقول وكيل إسي انتي الشفع سيري وكل سيري يجار سباله واسطة إسه نيدي جاردي المنقول نا إنساني نكوذو مشكلة نيو بحرقن يعني لا لا لينغرقن. سيخواري من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحها مذهبهم كفر. هذا إنسان مشركين كفار سي نيل شك ميخ نين كذا مشكلة تقن نا يا نو كان أبلغ يا أخوي أخواننا المسيحيين أخواننا النصارى أخواننا اليهود ما أخواننا أخواننا كيف المؤمن أخو المؤمن رب العالمين المؤمن أخو المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم قصر نين نا إنسان مشركين إنسان مشرك نين يعني برستة من شهره ودنين يعني لازم أردت ولا شهره يمكن مجاملة قلي ينك لكن إنسانين أنت لازم أكدت شهره إنسانين كافر أكد. طيب من أعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من هديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن درسي أريكم بك أفضل نين كده مشكلة أو أن حكم غيره أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا نين قريب أشياء مكتبنا كان نيل يعني نانا برنينا وكيا أخي شريعتنا زمن نيل نفعل إسلام نفعل دين نفعل نان ديمقراطية أخر شهره يعني علمانية أخر شهرتي دولة مدنية أخر شهر ويعني ورنوا ان شريعه نوكدني وحكم سربو لا انت اولك في وضع الحكمين اول انت شرك سي عي منك مدى برن انت قرس رسانك ان قرسلي سي قرسلي يي حيلت جن يقرا نفعل نوكدني يتو غلط نوكدني نفعل يعني نزمنين اكل يشتلاني وريخ دين دائما ندقن كتاسك جن الله سبحانه وتعالى يكون وعبد ربك حتى ياتيك اليقين انت ديانه لله مخلص اخره ندين أيوة كسالح جن ني انقد نفع كله ني أويس أكا كله ني آمن تبو شهره. كده من أبغض شيئا من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفرا. أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم انت رطول شخلا كريتول شخلا ناس عادنين جوان كوه دبنا نوا ورادين شخ ورادين شخونا ناشي عن ينقريو جن نوا أخر شخ تقيل جن دبنا ينقرس تلا نين يسلا كده بقدر در كراهية در قارة سرا شخلاني. إيه من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ندين إسلام خد استهزاء زي السخرية دي قبل ندي تتقدي نفعلاني أو ثوابه أو عقابه نين برضو نيو كفر لك أصابه. والدليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحان الله لنتري السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سأخطر مظاهرة المشركين ومعاونتهم على الإسلام. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين ننسى وترقن من ظاهرة المشركين طبعا. طيب سسرى من اعتقد بعض بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذلك أخوانا شنو كفر. دليل ورنقن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شكر 10 الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. يعني دين ضد دينه قدمه إنسان علم سقاه رلو علم قاه رلو نتعلم الجربقه علم سرول الجربقه علم رور اللي جربك ونين المشكلة دي. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.